هذا البرنامج برعاية نهاركم سعيد متابعينا من مشاهدين ومستمعين وين ما كنتوا عم تحضرونا عبر أثير راديو الكومبيس وكمان على وسائل التواصل الاجتماعي. فيك بالعربي بيطلع عليكم من ستوكهولم كل يوم ثلاثة وخميس مع معلومة مفيدة وممتعة وكمان نقاش وتفاعل معكم من خلال طرح عدة مواضيع بالإضافة لفرصة ربح. تذكرة سفر تقدمت شركة سبيس تاون للسياحة والسفر حتكون من نصيب رابح واحد معنا لليوم وحنقدمها لأكثر الأشخاص المتفاعلين معنا على قناة الكومبيس واخترنا لليوم على اليوتيوب. بالنسبة لشركة سبيس تاون بتعطيكم خمس خيارات لوجهات السفر. انطلاق الرحلة يمكن يكون من مدن تانية بالسويد أو حتى من كوبنهاجن. كمان مشاهدينا لحتى تتواصلوا معنا ولتربحوا كمان معنا لازم تعملوا لايك وشير للحلقة. كمان بالنسبة للأشخاص اللي ربحوا معنا بحلقات سابقة أو اللي رح يربح معنا بهي الحلقة ما لكم غير تتصلوا على رقم سبيس تاون هو 0772-25-25-30. أما هلا صار وقت نروح لفقرة أصحاب المحلات برعاية كونفيك واخترنا لليوم منطقة سودرتيليا. منتابع سوا. نحن اليوم بسودرتيليا وتحديدا عند جاك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم جاك. كيف الإقبال هون بسودرتيليا؟ الحمد لله كلياته بخير. في إقبال عرب كتير وفي أجانب كتير هون والحمد لله شغل ممتاز كويس الحمد لله. وقد صار لك بهي المهنة؟ 11 بالمهنة صار لي 17 سنة بس بسودرتيليا تحديدا صار لي 11 سنة. وإذا بدي محل بستوكهولم كمان لامبونير كمان الكونفيك كان عملوا لي شوي الديكورات تبعهم بمساعدة معينة يعني مساعدة جاك. أيوة. طيب جاك إذا بدنا نحكي كمان بالنسبة قلت لي أنت 17 سنة بالمهنة بس بسودرتيليا كم 11. إذا بدنا نقارن بين الشوسك اللي بسودرتيليا والشوسك اللي أنت كنت فيه كيف بتشوف الفرق؟ الفرق كبير. ليه؟ هونيك ما في أجانب هونيك كله سويديين يعني ستوكهولم عاصمة هون في أجانب كتير. ومثل ما شفنا في كمان بنتك عم تشتغل هون هاي العلاقة بالسمر يوم الأول بتجي مرات تساعدني هي صغيرة بتعرف الشغل كله وبتغني على فكرة كمان بتغني وصوتها حلو وبترقص كمان وأكبر صورة هي دليل اللي أخذت البوكال تبع الدانس بسودرتيليا كلها هي أول وحدة. طب إذا بدها تغني لازم تختم لنا هالفقرة بغنية بس بتغني أجنبي يعني ما نفس الشيء هو الغنى الأساس. تعيد عندي Aver allt finns det ormar, ormar som bara lovar Efter sitter de och snokar, hänger sina vänner på krokar Hallå! هلا كونه جزيل صوته عن جد جميل كثير ما في احلى لا. فبدي اتشكركم كثير وهي هديه من الكونفيك. معلش انا بدي اسمح لحالي اعطيها لجزيل. شو زين تفضلي. شكرا كثير لكم وشكرا كثير لمجيئتكم واهلا وسهلا بالكونفيك وبنرحب فيكم مره ثانيه. تحية من جديد لكل متابعينا من مشاهدين وكمان مستمعين على هوا الكومبيس اف ام وعلى تطبيق وموقع الكومبيس. وعلى ذكر موقع الكومبيس بحب اذكركم انه في معلومات كتيرة مهمة عن السويد والمجتمع السويدي بالإضافة طبعا للأخبار يلي بيجري تحديث على مدار الساعة. في عنا أقسام عديدة على الموقع منها بيتعلق بالصحة، العمل، القانون، اللغة. وبقسم اللغة كمان الكل ممكن يتابع ويعرف أكثر عن اللغة ببرنامج يلا براتس فينسكا، البرنامج يلي بدأ بالراديو من 6 سنين تقريبا وتحول لبرنامج تي في. شو رأيكم نشاهد هالحلقة من برامج سابقة ليلا براتس فانسكا؟
بيسون لسنتروم لحتى نتعرف على قصة نجاح، واخترنا لليوم مؤسس مركز جراحة العيون الدكتور وميض السماوي. هور بلير مان اوغن لاكر اي سفاريا يو Så först man avslutar medicinsk universitet. Efteråt så går man genom en AT-utbildning, allmän tjänstgöring. I Sverige kan det variera mellan 18 till 21 månader. I avslutning av allmän tjänstgöring så går man till en tenta. Därefter blir man en legitimerad läkare. 5 års specialistutbildning med en handläggare eller flera handläggare. Rekommenderas i avslutningen att göra en specialisttentan för att dokumentera sina kunskaper. Och då får man specialistkompetens från Socialstyrelsen. Efteråt så betraktas man som en specialistläkare. Ja, exakt. Daniel, vad betyder först och främst? Ja, det är en fras man använder för att betona tyngden i meningen. Andra exempel är första hand eller framför allt. Finns det sådana exempel på arabiska? يعني اولا وقبل كل شيء قبل وان ان قلت اولا الاولا وان اولا اولا وان اولا اولا وقبل والقبل كل شيء كل شيء اوكي يلا يلا برات سفنسكا بدي ارجع حيك اللي عم يتواصل معنا الكترونيا انه بدي اذكركم مشاهدينا بانه فيكم تقترحوا لنا مواضيع لحلقاتنا لحتى نكون فعلا منعبر عن كل الافكار يلي بتهمكم. كمان بدي اذكركم بتذكره السفر تقدم من شركه سبيس تاون للسياحه والسفر. بس لتحصلوا على التذكره اعملوا لايك وشير لحلقتنا ليدخل اسمكم بالسحب لآخر الحلقة. ومثل ما قلت اليوم حتكون الحلقة رح نقدمها لأكثر الأشخاص المتفاعلين على قناتنا على اليوتيوب. كمان مشاهدينا نحن نوهنا سابقا أنه ابتداء من شهر تموز لأي شخص بيربح من حساب وهمي تعتبر الجائزة لاغية. وبالنسبة كمان للرابحين يمكن بالنسبة للأشخاص اللي عم يربحوا ما فيهم يعطوا التذكرة يلي ربحوها لشخص تاني إلا إذا كان ضمن العائلة. وكمان التذكرة لازم ما تتجاوز اليومين، يعني في حال تواصلتوا مع شركة سبيس تاون بتحددوا الوجهة بعد ما تكونوا فكرتوا ليومين بس، لأنه أكيد الوجهات بتكون اتغيرت بالموقع. مشاهدينا بتمنى الكل يلتزم بهاي المواضيع لنقدر نوفر الوقت للجميع. وكمان بدنا نقول مبروك لكل الرابحين معنا بحلقات سابقة. أما مين رابح معنا لليوم على قناتنا على اليوتيوب منشوف بعد الفاصل. قبل ما اعلن اسم الرابح بنروح لكم بسيات لليوم اللي بتحكي عن الصحافة بالسويد وارتباطها بالدولة. طبعا هذا البوست نشرته الكومبيس بعد عدة استفسارات وصلتها حول صفحات بتكتب عن نفسها انها رسمية او معتمدة. ولماذا لا تكتب الكومبيس عن نفسها انها رسمية او معتمدة؟ الجواب كان كالتالي: في السويد لا يوجد صحافة رسمية أو صحافة معتمدة، حتى الدولة لا تملك أي وسيلة إعلامية ناطقة باسمها. يوجد صحافة الخدمة العامة وهي ممولة من دافعي الضرائب، وهناك صحافة ممولة من الإعلانات وتديرها شركات. حرية الصحافة هنا مكفولة، والرقيب أولا هو المتابع نفسه. التعليقات عن هالموضوع كانت عبارة عن شكر لكل كادر الكومبيس. أكيد نشكركم لكل اللي عم يبعثوا لنا تعليقات إيجابية. كمان كان في نقد عتب وتمنيات لمزيد من النجاح، وأكيد هالموضوع نحن بناخده بعين الاعتبار لأنه محبتكم وتعليقاتكم الدائمة هي أساس وصول الكومبيس للمليونين صديق لإلها على الفيسبوك. صار وقت أعلن اسم الرابح معنا بتذكرة سفر تقدمت شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. بس قبل بدي أخبركم أن الشركة بتوفر عروض
مميز على مدار العام، حجوزات تذاكر الطيران والحجوزات الفندقية لجميع أنحاء العالم، بالإضافة لأوزان تصل لك ل 54 كيلوغرام لمعظم وجهات السفر، مع إمكانية التعديل والتغيير على التذكرة مجانا، وكمان إمكانية التقسيط متوفرة. أما بالنسبة للرابح معنا فبدي أقول ألف مبروك لأكثر الأشخاص المتفاعلين معنا بحلقات فيك بالعربي بقناتنا على اليوتيوب. بتروح للرابح محمد أو مهمد صفلو، محمد صفلو ألف مبروك لك، تذكرة سفر تقدمت شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. ومشاهدينا ضلوا تفاعلوا معنا من خلال التعليقات، لأنه كل فترة حنوزع تذاكر سفر لكم لتكون عبارة عن شكر لتفاعلكم الإيجابي ببرنامجنا. أكيد بنتمنى الربح للجميع، بس في حال ما حالفكم الحظ ما في مشكلة، لأنه المسابقة مستمرة معنا كل يوم 3 وخميس على 1 الظهر مباشرة. وبذكركم بالنسبة استلام الجوائز أو حتى الاستفسار عن خدمات شركة سبيس تاون للسياحة والسفر، اتصلوا على الرقم 0772252530. شكرا لكل المشاهدين والمستمعين على الموجة FM 95.3 بستوكهولم، هي الموجة بفترة بعد الظهر، والفترة الصباحية على الموجة 101.1 FM. ألف مبروك للرابحين. وفقراتنا خلصت لليوم، بس اخبار وبرامج الكومبس بعدها مكمله معكم على الموقع الكومبس.sa وكمان على وسائل التواصل الاجتماعي. بتمنى لكم بقيه نهار لكل ايامكم حب وسعاده وراحه بال، والاهم ما تنسوا انه ما في مشكله ما لها حل. باي باي. هذا البرنامج برعاية